السلام عليكم أخي الدكتور فارس الحجري من سلطنة عمان، كيف حالك؟ كيف حال عائلتك؟ إن شاء الله كلهم بخير وعلى خير إن شاء الله يا رب. أنا اسمي فاطمة، اسم الشخصي فاطمة، واسمي العائلي أنور، وأنا مغربية مقيمة بالديار البلجيكية. أنا استعملت الماء الساخن والحمد لله لمدة تقريبا شهرين، اتشفيت الحمد لله من الربو، كنت أستعمل البخاخ وتشفيت من الربو الحمد لله يا ربي، والفضل يرجع للدكتور فارس الحجري. وحتى من ناحية الذاكرة حسيت بأني عندي تحسن كتير، يعني في الذاكرة صارت عندي ذاكرة يعني أقوى من الأول الحمد لله. الحمد لله أنا ما عندي مشكل مع الذاكرة، ولكن حسيت بأني عندي فيها تحسن كتير، يعني اختلف عندي مع الماء الساخن، شرب الماء الساخن اختلف عندي يعني مع شرب الماء الساخن، وانخفض وزني تقريبا 8 كيلوات تقريبا، انخفض وزني الحمد لله. ومن ناحية ديال الإمساك كنت يعني عندي مشاكل مع الأمعاء، يعني قليلا ما عزكم الله أروح الطواليت، يعني صرت يعني أروح مرة مرتين في اليوم، يعني ما عاد عندي مشكل من ناحية من هذه الناحية هذه الحمد لله رب العالمين. يعني الحمد لله يستاهل يعني الدكتور فارس الحجري يعني الشكر كتير كتير كتير، وأنا بالنسبة لي أنا شخصيا أفتخر به كإنسان يعني مسلم وعربي، يعني وبهذا الذكاء يعني وبهذا الإنجاز العلمي، يعني واحد يعني عربي مسلم يعني ويكون مثل هاك، يعني بالنسبة لي أنا شيء يعني أفتخر به صراحة. عندنا يعني دواء في الماء، ويعني ما كنا نعرف بأن الماء يعني فيه دواء لهذه الدرجة هذه، والحمد لله والله يعني هذا الشيء اللي كنقول والله شهيدي على ما أقول الحمد لله. كان عندي مشكل كتير يعني مع أنا عندي القولون العصبي، كنت يعني عندي مشكل من ناحية ديال يعني الإمساك عزكم الله، يعني ما أروح كتير للطواليت، والآن صرت يعني أروح للطواليت مرة مرتين الحمد لله، والربو الحمد لله ما عدت أستعمل البخاخ الحمد لله رب العالمين. وحتى من ناحية البشرة يعني صارت بشرتي يعني فيها بريق، واختلف الأمر كتير يعني الحمد لله، اختلف كتير والحمد لله. أنا يعني ننصح يعني كل الناس يعني صدقوا الدكتور فارس الحجري، يعني صراحة هذه يعني ماشي إني أنا كنتكلم يعني وأنا صائمة في رمضان، يعني هذه عن تجربتي يعني جربت أنا هذا الشيء هذا يعني مدة شهرين، قريب على شهرين تقريبا وأنا أستعمل. أما بالنسبة للإمساك من الأسبوع الأولاني أنا تخلصت من الإمساك، يعني الأمعاء يعني في المشكل ديال روح الطواليت عزكم الله، يعني من الأسبوع الأولاني تخلصت من المشكل الحمد لله يا ربي، ونتمنى نتخلص من كل المشاكل. ونشكر أخي دكتور فارس الحجري، دكتور فارس الحجري من سلطنة عمان، نشكره كتير 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 جزيل الشكر، والله يوفقك إن شاء الله يا أخي وتزيد القدام إن شاء الله يا ربي. وإحنا دائما كان بالنسبة لي أنا شخصيا كان أراقب دائما يعني أتفرج على البرامج اللي تقدمها ومعجبة بها كتير يعني، وكان أعمل لك لايك ونتمنى كل الناس تعمل لك لايك وتشجعك على هذا الإنجاز العلمي. الله يوفقك إن شاء الله يا ربي يا كريم، يا ربي يا ربي يا كريم، وشكرا لك جزيل الشكر، وأحبك في الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.